ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ويحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه ويكون مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحارب الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ألم يعلموا أنه من يحارب الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا ربكم أعلم ما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان لأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا فإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بما كانوا يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فعل على الرسل إلا البلاغ المبين أهلكناها وهي ظالمة فهي خافية على روشيا وبئر معتلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب فلن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين